هيا هيا نتعلم معي. عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم في صحة وعافية. اليوم سوف ندرس الموضوع الثالث في صف الرابع. ما هو؟ أحب مدرستي. أحب مدرستي. أحب مدرستي. هيا هيا نتعلم معي. إن شاء الله اليوم سنركز إلى ألف لام. ألف لام الشمسية وألف لام القمرية. هيا هيا. ألف لام القمرية، نركز إلى حروف غين واو قاف خاء. هيا ننتق إلى الأمثال. ألف لام القمرية. غين الغرفة. الغرفة. واو الوراء. الوراء. قاف القاعة. القاعة. خاء الخروج. الخروج. الآن ننتقل إلى ألف لام الشمسية. ألف لام الشمسية، نركز إلى الحروف دل ثاء ذل. هيا ننطق إلى الأمثال. ألف لام الشمسية. ألف لام الشمسية. دل الدكان. الدكان. ثاء الثلاثاء. الثلاثاء. ذل الذكر. الذكر. أيها التلاميذ الأعزاء، هيا نكتب الكلمات التي فيها ألف لام الشمسية وألف لام القمرية بطريقة صحيحة. هيا نكتب معي. نبدأ بألف لام القمرية. أولا نركز إلى حرف قاف. حرف قاف. ألف لام زائد كلمة قاموس. قاموس. كيف نقرأها؟ كيف نقرأها؟ القاموس. وكيف نكتبها؟ اللام ساكنة. قاموس. سو ضمة. انتبهوا، الكلمات ضمتين الاسم، وهذا الاسم ولكن بإدخال ألف لام، بدلوا إلى ضمة. ثانيا حرف خاء. ألف لام زائد خمار. خمار. كيف نقرأها؟ الخمار. وكيف نكتبها؟ ألف لام ساكنة خاء مكسورة ميم ألف راء ضمة. الخمار. الخمار. الآن ننتقل إلى ألف لام الشمسية. الأول حرف ثاء.
ألف لم زائد كلمة ثالث. ثالث كيف نقرأها؟ نقرأها هذا الثالث. الثالث كيف نكتبها؟ شدة فتحة لم الثالث. انتبهوا إذا كان ألف لام الشمسية يوجد مشددة. الآن كونوا الكلمات بإدخال ألف لام الشمسية وألف لام القمرية على الكلمات المكتوبة. ثلاجة ألف لام زائد ثلاجة. قرآن ألف لام زائد قرآن. ماذا إجابتها؟ ثلاثة. خيمة ألف لام زائد خيمة. ماذا إجابتها؟ وأخيرا دفتر. استمعوا وكونوا. ثلاجة ألف لام زائد ثلاجة. ماذا إجابتها؟ ثانيا قرآن ألف لام زائد قرآن. ماذا إجابتها؟ ثالثا خيمة ألف لام زائد خيمة. ماذا إجابتها؟ ورابعا دفتر ألف لام زائد دفتر. وماذا إجابتها؟ الحمد لله انتهينا دراستنا اليوم. إن شاء الله سألقاكم في مرة قادمة. مع السلامة وإلى اللقاء.